أبصرت النور اليوم طفل بمستشفى كركوك من عائلة عربية نازحة من قضاء الحويجة سميت باسم كردستان. والد الطفل قال أنه كان ينوي عندما يرزق بطفل يسميه مام جلال، وإن كان الطفل يسميها كردستان، وذلك لسبب حبهم اللامحدود لكردستان وقوات البيشمركة، باعثا برسالة للإرهابيين أنهم سيسحقون من قبل قوات البيشمركة. دواعش الجرانة، فبناء يعني أن شعب كردستان يعني ناس احتضنونه ورحبوا بينا، افتحوا بيوتهم وناس يعني والنعم منهم يعني، واحنا نشكر كإقليم كردستان. فهذه يعني مبادرة صغيرة من عندنا، يعني صغيرة من عندنا بناء الشهداء البيشمركة، بناء يعني كشعب كردستان يعني احتضن النازحين واحتضن العالم، فتحوا بيوتهم. كنت ناوي اذا ولد مام جلال، واذا بنيه قلت كردستان. عندي بنتي اكبر من هذه سولاف. نشكر السيد الرئيس مام جلال حفظ الله وراحه ان شاء الله، نشكر دكتور نجف الدين، ونشكر البيشمركة شكر يعني ما ينس فضله، ونشكر الاسايش ونشكر الشرطه. كالبيشمركة ما شاء الله يعني ما خلوا شيء، يعني ما شاء الله ما اعرف اعبر، يعني ما اعرف شو اقول يعني زين. جدة وعمة الطفل كردستان اكدتا ان عائلتهم هجرت من قضاء الحويجة بسبب الارهابيين، فاهل كركوك فتحوا بيوتهم لهم ورحبوا بهم، فحبهم لكردستان ولشخص مام جلال وللبيشمركة جعلهم يسمون الطفل باسم كردستان. نازحين جينا هنا على كردستان، والفضل لهم ويعود، هم رحبوا بينا ناس طيبين، والفضل الجلال ونجم الدين رحبوا بينا ووصوا بالنازحين وزينين علينا. احنا جينا بطرق الملابس، وفرونا سكن وانطونا ملابس وانطونا قراض للبيت، وناس طيبين، هم حيل ناس طيبين. والله احنا هذه يعني اقل هدية نقدمها لشعب كردستان، ورحبوا بينا وفتحوا بيوتهم لنا، ويعني ما هذا اقل شيء يعني نقدمه للرئيس مام جلال والمحافظ، يعني اقل شيء نقدمه هذا اقل هديه. يعني احنا كنا نقول متى جبنا ان شاء الله نسمي هذا الاسم الحلو على كردستان، كحبا للشعب كردستان احتضنونا ويعني فتحوا بيوتهم لنا، يعني ابسط شيء هذه ابسط هديه. والله يرحم الشهداء بيشمركة، يعني هم أم أولادنا وأخواتنا، يعني حيل انقهرنا عليهم. إن شاء الله الله يذل الجهة الدواعش، وإن شاء الله منصور البيشمركة والشعب الكردستان إن شاء الله. حب تسمية كردستان أو البيشمركة أو أي تسمية كردية أخرى جعلت من عوائل غير كردية أن تسمي أطفالها حديثي الولادة بهذه الأسامي التي انغرست في نفوس الجميع، علما أن والد الطفلة كردستان لديه طفلة أخرى سماها سولاف. هالغورت حسن، فضائية كركوك. أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية عن استمرار العمليات العسكرية في تل حميد.